السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. الخوت كنشكروا الناس كتبوا على القناه العربيه السرطان السعوديه. الخوت كان تواجدوا في تلاس ابن جرار في تاريخ 2022 شهر تلاس شهر 4 الخوت في 5. الله يبارك الخوت والله يبارك. السلام عليكم، كيف خويا؟ بخير صحيح مزيان. الله يبارك فيك. شحال المرضي؟ 32 و400 1620 درهم. تبارك الله، كاين المليح الخوت كاين نقص. تبارك الله، نطلب الله التسجيل الصغير كيدير الخوت. تبارك الله، الله يبارك والله يدير الخوت. تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. تبارك الله، تبارك الله، 32 و400. الله يبارك الخوت والله يدير الخير. الله يبارك والله يدير الخير. تبارك الله، ونطلب الله التسجيل كله غير المليح الخوت. هاني الخوت. تبارك الله، الزرور الله يبارك، الله يبارك والله يدير الخير. تبارك الله، 1620 درهم الخوت. تبارك الله، نطلب الله التسجيل 32 و400. تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. تبارك الله، غندوز معاه كامل الخوت. تبارك الله، سلعة زوينة وسلعة نقية. تبارك الله، عاد خويا الحال. تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. واش بعتوها ولا مازال؟ بعتوه؟ الله يسخر مولاه. عطيني النمير ديالك باش لقاش شي واحد شي حاجه بحال هذه ونجدوها لك. قول اخويا، قول. 06 70 94 34 27. نمرت خويا الحال، اللي بغى شي حاجه لخوت بحال هذه مرحبا. هاد السلعه راه باعه ب 32 و400. تبارك الله، على 1620 درهم. مليحه مليحه. الله يبارك والله يدير الخير. تبارك الله، ونطلبوا الله تيسير. خويا الله يسهل عليكم، الله يعاونكم، الله يجيب السلامه. شحال عطاك خويا؟ شحال؟ شحال خويا؟ 52. تبارك الله، اللهم بارك الخوت والله يدير الخير. تبارك الله، 52 2600. تبارك الله، غير مزينه الخوت وغير مليحه واقفه. تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير. تبارك الله، غير مجيده. تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. اللهم بارك. شي قالوا تما استجوات 52. صور هذا القرع. صور مع مقرع ولد الحاج، مقرع الله يهدي. صور اقرا. ها هو غطى راسه كاع. نقول له اقرا يفكر راسه ويمشي يجري. تبارك الله، اللهم بارك الله يدير الخير اخويا. تبارك الله، ستمية درهم الخوت. تبارك الله، راه مزيان الخوت وغير مليح. تبارك الله، والسلعة شوية قليلة خوت، الغمر غليظة شوية قليلة. تبارك الله، وغندور في السوق الخوت ونشوفوا الأزمة ديال السوق. شحال عطاك خوت؟ شحال؟ شحال خوت؟ 52. تبارك الله، اللهم بارك الخوت والله يدير الخير. تبارك الله، 52 2600. تبارك الله، غير مزينه الخوت وغير مليحه واقفه. تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير. تبارك الله، غير مجيده. تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. اللهم بارك. شي قالوا تما استجوات 52. صور هذا القرع. صور مع مقرع ولد الحاج، مقرع الله يهدي. صور اقول له اقرا. ها هو غطى راسه كاع. نقول له اقرا يفكر راسه ويمشي يجري. تبارك الله، اللهم بارك الله يدير الخير اخويا. تبارك الله، ستمية درهم الخوت. تبارك الله، راه مزيان الخوت وغير مليح. تبارك الله، والسلعة شوية قليلة خوت، الغمر غليظة شوية قليلة. تبارك الله، وغندور في السوق الخوت ونشوفوا الأزمة ديال السوق. السلام عليكم، كي داير خويا؟ بخير صحيح مزيان. عواشر مبروك وبعدا الله يبارك فيك. شحال خويا؟ خويا 38 ونص. تبارك الله، الله يبارك. عطينك 10000. الله يبارك فيك السيد، الله يحفظك. تبارك الله، 38 ونص الف
1925 درهم الخوت تبارك الله. الله يبارك. شحال من راس هي؟ 20 راس. تبارك الله تبارك الله. والله الا جمعوا الوراثه هذا بغى يجمع الوراثه بغى يفكوا تبارك الله. الله يبارك الخوت 38 و500 اللهم بارك. والله يدير الخير الخوت تبارك الله تبارك الله. السلعه شويه قليله الخوت اليوم تبارك الله ونطلبوا الله التيسير. السلعه شويه قليله وما كاينش مليح بزاف تبارك الله. اللهم بارك. عم طيبان هذا الفيديو هذا وصافي الشيء اللي كاين هو هذا. شحال اللي عطاوك؟ شحال اللي عطاوك؟ 500 درهم اللي عطاوك تبارك الله. اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله. 38 و500 1925 درهم. اذا كان ممكن تعطيني النميره ديالك خويا. أيد اخويا قول. 06 06 66 66 12 12 34 34 90 90 900 عزيز عزيز ارحمنا ارحمنا. اللي خاصته شي حاجه مرحبا. يا غريده يا رقيقه. يا غريده يا رقيقه. تبارك الله عليك. الله ينورك. الله يحفظك. الله يعاونكم. الله يجيب السلامه خويا. ودخل محمد. السلام عليكم. كيداير بخير؟ صحيحه مزيان هاني. بالي بحال قضى عليك رمضان شويه. لا ولا شاد شويه. شحال اخويا؟ 52. مشرا 52. نعم. بعتيها شحال بعتيها؟ 10000. شحال مو من واحد؟ سعود. تبارك الله. المشرا الخوت 52 2600 درهم الخوت تبارك الله. اللهم بارك. والله يدير خير الخوت وباعوه ب 500 درهم. داك الشيء الحقيقة في البلاصة الخوت تبارك الله. الله يبارك الخوت ولكن غير مليح الخوت وغير مزين تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير. اللهم بارك. والله يدير خير الخوت راه بايعين هادو. نعاش دينا عاد السومو صافي تبارك الله. والله يدير خير الخوت. سلعة مليحة سلعة نقية تبارك الله. خويا شوية كاين المليح وما كاينش المليح بزاف تبارك الله. السلعة شوية راه ما داخلاش مع اليوم. يلا ثلاث أيام في رمضان بنادم ما قادش يجي للسوق تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير. 2600 درهم الخوت وبيعوها ب 500 درهم. ودخل محمد الله يعاونك. الله يجيب السلامة أخويا. الله يحفظك. سي صلاح السلام عليكم. كيداير خويا بخير؟ صحيحة مزيان. أخ ديالنا الزين بخير. شحال أخويا صلاح؟ 43 اللي عطاوك تبارك الله. اللهم بارك. والله يدير خير الخوت وغادي نخليك من النميره ديال خويا صلاح تبارك الله. تبارك الله الخوت راه غير مليحه غير مزينه تبارك الله. 43 2150 درهم. اللهم بارك. والله يدير خير الخوت تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. راه سلعه زوينه وسلعه غليظه تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير. شحال من راس خويا صلاح هي؟ 25 راس تبارك الله. اللهم بارك. والله يدير خير الخوت تبارك الله. الله يبارك. واللي جاب الكرير خوت راه يدير مليح. وخا السلعه شويه قليله اليوم مع يلا ثلاث ايام في رمضان الخوت راه بنادم ما كيجيش بزاف في السوق تبارك الله. الله يبارك. الله يدير الخير. سلعه زوينه الخوت كلها سنه العيد كلها مليحه تبارك الله. اللهم يبارك. والله يدير الخير تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير. تبارك الله. حولي تبارك الله زينه تبارك الله. اللهم يبارك تبارك الله. الله يدير الخير. واحد الواحد مبيضه لي عينيه. اش واحد مبيضه عينيه صافي ماشي مشكلتك نحيدوه. خوك اللي بغات السلعه حيد لي هذاك الواحد تبارك الله. والله يدير الخير تبارك الله. الخوت وراه سلعه زوينه. شحال قلت لي من راس هي؟ 25. 25 راس. اعطيني النميره ديالك خو صلاح. 06 06 01 97 97 85 85 62 62 تبارك الله. والله يبارك. والله يدير الخير الخوت. وغندور معاه كامل الخوت واللي بغاه الخوت يتصل بي. عاطينو 43 2150 درهم تبارك الله. الله يبارك الخوت. والله يدير الخير. سلعه راه زوينه وسلعه نقيه تبارك الله. كل الاول كل الاخر 23 خروف مليحه تبارك الله. تبارك الله خويا صلاح. الله يسهل عليك. الله يجيب السلامة خويا. شحال شحال ولد العم؟ السلام عليكم. شحال اخويا؟ شحال اخويا المرتب؟ 53 تبارك الله. اللهم بارك. الله يدير خير الخوت. 53 2650 درهم تبارك الله. الله يبارك. خرفان بدريا الخوت هادو ماشي صوافيين تبارك الله. السلعه شويه راه قليله الخوت في اليوم في البكري تبارك الله. الله يبارك. الله يدير خير تبارك الله. واش كسبتك ولا شاري منها؟ كسبتك اخويا تبارك الله. اللهم بارك. الله يدير خير الخوت. كسبته تبارك الله. 53 2650 درهم. اللهم بارك. الله يدير خير تبارك الله. حوار الخوت تبارك الله. اللهم بارك. اضرب بدريا الخوت بدري واقف تبارك الله. الله يبارك. والله يدير الخير تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير. اللهم بارك في الخوت. استعد ما لاباس. الله يحفظك مرحبا.
بخير وعلى خير. هاني لا جيت على الدراري كي دايرتها؟ صورتها قال صورتها هي الاولى ما صطفش شديت النمره وهي قال لي راه بعدها. الله يبارك فيك خويا الله يعزك تبارك الله عليك كلشي بخير وعلى خير الحمد لله خويا الله يعاونك اخويا الله يجيب السلامه. السلام عليكم بخير صحيحه مزيان سي صلاح كي داير بخير وعلى خير ولا حليتي مره مزيانه باش يبانوا ولاد الحوارات تبارك الله بعتي كلشي 53 فوق المال 3000 53000 فوق 3000 تبارك الله وهذا خويا هذا 60 قال واحد تبارك الله هذه الصفراء تبارك الله لا غلى مزيانه غلى مواقفه تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير الخوت العاوية شي حاجه فيها الخوت ب 53 بحال 2650 درهم وفوق 150 درهم درت الرباح الخوت هذه السلعه هذه وهذا المرشوف بالصفر 59 تبارك الله 60 قال واحد بحال 2950 درهم تبارك الله اللهم بارك ودير خير الخوت تبارك الله غندوزو معاه كامله تبارك الله الله يبارك الخوت والله يدير خير خويا الزبيري عنده مليح الخوت اليوم تبارك الله وسلعه مليحه سلعه نقيه تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير الخوت تبارك الله الله يدير خير الخوت تبارك الله فشي حاجه ب 53 على 2650 درهم وشي حاجه ب 59 على 2950 درهم تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير الخوت وغندور شي دوره في السوق وشوف الاجناد السوق هادشي اللي كاين واضح خويا الزبير الله يعاونك راجل بالسلامة ما مرزقوش لا جيبكي ما مرزقوش تبارك الله هو الاول عاتيك سمو وراه ما ديال صافي ما مرزقوش ماشي كوا ما مرزقوش داكشي اللي عاتينا هو السلام عليكم دير خويا بخير صحيح مزيان عركتي الشاع البارح تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله شحال خويا بدر 44 2200 درهم اللهم بارك الله يدير خير يا خويا تبارك الله يبارك الله يدير خير تبارك الله ونطلبوا الله التيسير اللهم بارك الله يدير خير ونخليكم بيد خويا بدر الخوت تبارك الله عدوا 10 باعهم من الله يسخر ليه ما باعونش اللي بغاهم الخوت يتصل بي تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير 2200 درهم تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير خويا خرفان تبارك الله هو زين اللهم بارك تبارك الله تبارك الله نطلبوا الله التيسير عندنا غنم دوري زكا 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 خويا خرفان زين تبارك الله زبزو كواك كواك دوز قدام قدام الكاميرا تبارك الله اللهم هذا شنو ضركتي كل شيء تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير الخوت 10 خرفان زينين وملاح تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير 10 مقادين 10 مقادين الخوت ونقيين تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير 2200 درهم تبارك الله عطيني النمرة ديالك خويا بدر 06 37 67 22 32 خلي الخرفان هذو نشوفهم حيد تبارك الله هاكا هاكا واش يبانوا للمشاهدين هاكا تبارك الله ماشي يقول لك مدرك ورجعت هاكا 10 خرفان تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلبوا الله تيسير والله يسعدك اسي بدر نهارك مبروك خويا الله يسرح سارحه فوريه ضرب عليك نخرجوا من بعد نفردوا فيها شحال عطاك هذا العام؟ شحال عطاك؟ 45 ونص 45 ونص تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير الخوت 2200 95 درهم تباعت الله يسخر لي لا تباعت الله يعاون الله يسهل عليه لا تباعت تبيع بيع راه شتا جاية عافية اللهم بيع بيع وحيد اللهم قنعه الله يجعل البركة خسر الفيلم ما يخسر كاع شديت لي باقي
شديناهم تبارك الله. اللهم يبارك الخوت 2275 درهم 45 ونص تبارك الله. الله يبارك الله يدير الخير. السي المدير السلام عليكم. بخير هاني. ها المحجوب ديما كيبان معايا السي المحجوب ديما ديما. انا اقول بورش مالك صايب كنصبر شويه. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. 2275 درهم 45 و500 تبارك الله. اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله. السي المحجوب راه ديما كيبان. السي المحجوب خويا الله يسهل عليكم الله يعاونكم نجيب السلامة. تبارك الله الاخوان على المليح يلاه تباع تبارك الله اغلى مليحة تباعت. شحال درت اخو محمد سداد؟ 53 تبارك الله 2650 تبارك. شحال من راس يا در 20 20 راس 20 راس تبارك الله. حابك شي عيب والو؟ لا والو ما داريش انا راه واقف لي المهم راه سنا كثر شحال من بعد راه الله يغنيك حاضر المشروع حاضر البيع بعدا الله يسخر تبارك الله. سلعه مليحه تبارك الله سلعه كبيره تبارك الله منور عند القرن والتوب مليح تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اخو محمد كاين اللي مليح تبارك الله تبارك الله. باقا اسم الحليب كامله هذه اغلى من حجره يا الله يسخ تبارك الله. اغلى من كلها مليحه الساعه مليحه ونقيه تبارك الله. سلعه كبيره تبارك الله كاين اللي مليحه الاخوان والزين صراحة الزين تبارك الله. الله يبارك الله يدير ستة ولد الخير تبارك الله على سلعة كثيرة تبارك الله. الله يبارك رازلة السوق اليوم تباعت ب 53 مش تباعت 2650. يلا اخوان بقى معنا في اتجاه اخر شوفوا الثمن الاثمنة للغنم